عندك فكره ليه المصريين بينطقوا اسمك مش زي التوانسه؟ الرباعي اه الثلاثي والرباعي والخماسي احنا في مصر انت 4x4 وكل عارف 4x4 يعني للدفع صابر الرباعي للدفع الرباعي يعني صابر للدفع الرباعي 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 اي حاجه المهم انت اسمك الحقيقي نطقه الرباعي الرباعي اه اه يعني مش امال الرباعي يعني احنا ليه بننطقها كده طيب؟ لانه عربيه يعني تنطقوها بالعربيه الفصحى شفت بقى احنا بنجود ماشي ما عنديش اشكال يعني هما كانوا يعني كنت يعني شويه متعصب على انه يا عمي مش الرباعي ما فقبل مش صابر الرباعي صابر الرباعي صابر نحاول انه نحفظهم قبل اي لقاء ولا فبالاخر سلمت امري لله قلت لهم خلاص قولوا اللي تحبوا انتم يعني الرباعي الرباعي طلعت كده خلاص خلاص يعني مش مشكله طيب دلوقتي من اجمل الاغاني اللي انت غنيتها واحنا بنغنيها طول الوقت اللي هي ايه؟ الاغنيه المأخوذه من التراث التونسي البديع سيدي منصور انت قلت الاغنيه دي ونزلتها بقى العالم العربي كله وراك الله الله يا بابا بالضبط وفي مصر لا مش العربي فقط حتى يعني انا سمعتها بلهجات اخرى سمعتها بالتركي سمعتها كان في جنوب امريكا كذلك الموني لا ده انا هقول لك على حاجه ده انا سمعتها لك بالصيني كذلك سمعتها بالصيني؟ لا سمعتها اليك اغنيتك بالصيني والله؟ اقسم بالله يلا اتفضل وسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا هاي هاي لا برافو عليك بينج بونج فظيع طيب انت عارف الاخ بينج بونج طب عايز اسالك سؤال تعرف تغني زيه بقى؟ تقلد الفنان ده؟ انا اعمل كورال وراه نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 5/6 اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك